عندما سمعت لأول مرة جملة بحوث طبية مع الشباب، تصورت نفسي مثل جرد مختبر داخل متاهة، مجبر على القيام باختبارات على يد علماء مهوسين ذو شعر كثيف. ثم التقيت بباحثة حقيقية وقد بدت طبيعية، ولكني كنت ما زلت قلقة، كذلك أمي وأبي. كل هذه الأسئلة تدور في رأسي، ولكنها قالت لنا إن باستطاعتنا أن نسأل عن أي شيء، وأعطتنا بعض المواقع الإلكترونية لنطلع عليها حتى تساعدني أن أفهم أكثر. تعلمت أن الهدف من البحث هو إيجاد طرق علاج أفضل. يقوم الباحثون بهذا عن طريق جمع معلومات من الأشخاص الذين سيقومون باستخدام العلاج، فهم بحاجة للعمل مع الشباب وليس فقط البالغين، لأن أجسامنا وطرق التفكير الخاصة بنا مختلفة. هناك بحوث طبية مختلفة، بعض منها يتطلب يوماً والبعض الآخر قد يتطلب سنوات، بعض منها مع الأصحاء والبعض الآخر مع المرضى. على الباحثين أن يفسروا ما يفعلون بوضوح بدون استعمال مصطلحات علمية لا نفهمها أو تجعلنا نشعر وكأننا أطفال. بعض البحوث تصمم بمساعدة الأطفال والشباب. كان أمي وأبي قلقين بالنسبة للأعراض الجانبية التي قد أتعرض لها، لكن كان قلقي أنا أن أضطر تمضية كل أوقات الفراغ في المستشفى وألا أستطيع لقاء أصدقائي. سألتني الباحثة إن كان هناك أي شيء في حياتي أريده أن لا يتأثر، فاتفقنا أن يبقى يوم السبت إجازة لي كي أستطيع لقاء أصحابي. إذا اختلفت مع أبوي حول مشاركتي في البحث سيكون الأمر مريعاً، سأشعر كأني جزء من لعبة حاسوبية لا سيطرة لي على شيء. أعلم أن أمي وأبي يريدان الأفضل لي، لكني أود أن يصغيا لي ولشعوري. قالت الباحثة أنهما سيصغيان لي إن كان عندي مخاوف أو قلق. قال أني لو كنت بالغة لكان باستطاعتي أن أتخذ قرار وحدي، ولكن حتى ذلك الحين علينا أن نقرر معا. كنت خائفة أن أبدأ العمل بالبحث ولا أستطيع التوقف في حالة عدم رغبتي بعد ذلك، مثل قطار رولر كوستر الذي يبدأ بطيئا ثم يسرع أكثر فأكثر. لكنها قالت لي أنه سيكون بإمكاني التحدث معها إذا واجهت مشاكل، وأنه بإمكاني ترك العمل بالبحث في أي وقت دون أن يغضب مني أحد. قالت لي أن بعد استكمال البحث سيرسلون لي بعض المعلومات عن النتائج لأطلع على ما توصل إليه البحث بالفعل في النهاية. إنه قرار كبير، فكتبت لائحة بكل الأسباب التي تدعو للمشاركة بالبحث وبكل الأسباب التي تدعو لعدم المشاركة. الشيء الأساسي بالنسبة لي هو أنه قد يساعد الكثيرين من الشباب الآخرين في المستقبل، ولكن كنت قلقة ألا أستطيع لقاء أصدقائي بالقدر نفسه. في النهاية تناقشت مع أمي وأبي والباحثة. مناقشة الموضوع معهم ساعدني على اتخاذ القرار المناسب لي.